مرحبا برج الأسد، أهلا فيكم في قراءتكم العامة. زين، خلينا نشوف برج الأسد. عندك هني انفراجة كبيرة، عندك أيضا في الناحية العملية ناحية الأموال الورث. زين، عندك شيء غالي فقدته من زمان فترة قديمة راح يرجع لك خلال هالشهر. كل طاقة فيها شيء إيجابي وفي أيضا ضد هاي الطاقة تحدي. التحدي هو اللي يحاول يخليك تخسر أو يبعد عنك الشيء اللي متوفر لك خلال هاي الشهر. الشيء اللي متوفر لك، خبرتك إن أنت أحسك في السابق ما كانت بيدك حيلة. في هذا الكرت نشوف إنه ما كانت بيدك حيلة، كنت مضطر. زين، أن تقبل مثلا بحكم القاضي، كنت مضطر إن تتنازل عن حصتك في شراكة، حصتك في ورث، حقك في ترقية، حقك في وظيفة، اضطريت. كان في شخص، كان في مجموعة أقوى منك وما تستطيع أنك تحاربهم أو تفوز، فعشان كذي خسرت شيء غالي عليك في السابق. ولكن بداية بشهر هذا الشيء اللي أنت خسرته، تعرفون ساعات شلون نسمع أن مثلا فلان الفلاني المتهم الفلاني أنه خسر قضية كذا كذا، ولكن نشوف ان مثلا يتجمعون حوله متطوعين، محامين متطوعين، اشخاص متطوعين، فاعلين خير، فيخرجون من ازمته. وبس يخرجون من ازمته يحرصون ان يرجعون لحقه كما كان بالطريقة اللي خسرها. هذا بالضبط اللي راح يصير، لان عندك هنا قطيع راح يحاوطك، راح يحيط بيك. قطيع جدا وفي. ليش اختار كلمة قطيع؟ لانه لما نتكلم عن القطيع هو بيكون كلاب او ذئاب، يمتازون بالرابط القوي اللي بينهم وبالوفاء. ما في بينهم حسد، ما في بينهم غيرة، كلهم توجههم واحد، وتوجههم هو اخراجك من الظلم، زين، من الليل، من الطاقة السيئة الى الطاقة الايجابية، انه يرجعون لك حقك. ضروري من تجاهك ان تشوف سهل ان لما الشيء احنا ما نتعب عليه رد نفقده مرة ثانية. هذا هو التحدي أمامك برج الأسد، أن يمكن الشيء هم هذين الأشخاص، المجموعة اللي عددهم ما يزيد عن 4 5 6، مجموعة قليلة، زين، اللي راح يعملون بجهد أنه يرجعون لك حقك أو يساعدونك على الأقل. زين، محتاج أن تعطيهم الولاء الكامل والثقة الكاملة، لأن أشوف حتى في طاقتهم إذا تصرفت بشكل غير ناضج، إذا تصرفت بشكل الأحمق هذا، إذا تصرفت بشكل إنه مثلا لو هذلين كانوا محامين، أو لو هذلين كانوا مدراء، أو لو هذلين كانوا أي أحد من الأشخاص يريدون أن يساعدونك، زين، وأنت ما تسمع كلامهم، احتمال أشوف عندهم طاقة إنه يردون ينسحبون ويتركونك أنت مع مشاكلك بدون مساعدة. هذلين نعم وفيين ويتمنون لك الخير، ولكن يحتاجون منك ان مو بس يكون عندك الولاء المطلق، ان يحسون ان انت تثق بكلامهم وتطبق كلامهم. مثلا يقولون لك لا تقوم بالشيء الفلاني لان قانونيا ما راح يساعدك، ما راح يطلعك ان انت صحيح او يخرج لك حقك. عندنا هني محامين، عندنا هني اشخاص راح يكونون كانما مسؤولين عن اخراج حقك في الفترة القادمة، يساعدونك لتصل الى مرادك. اذا انت انحرفت عنهم، اذا انشقيت عنهم، تحمل ما سياتيك يا برج الاسد. لان هذلين القطيع، شفت قطيع الذئاب شلون يتعاملون مع افراد قطيعهم، اي مستوى ولاء، ولكن في نفس الوقت كيف يتعاملون مع الافراد القطيع المنافس باي مستوى من الشراسه. هذلين الاشخاص هم كالسيوف، ممكن تستخدمهم لمصلحتك وممكن أنت تستخدمهم وتسخرهم ضد نفسك. الخيار بيدك برج الأسد، محتاج تكون جدا ذكي، جدا حذر، جدا مو سهل أن أي أحد يغير كلامك، يغير رأيك في الفترة القادمة. توجهك تستقر عليه، يعني محتاج معاهم طاقة الاستقرار. يعني لما توعدهم أن ما راح مثلا تتواصل معه الشخص الفلاني، ما راح تتعرض إلى الشخص الفلاني، ما راح انت ترد تغلط بنفس الطريقة، ضروري بالنسبة لهم ان انت تشوفونك تحقق هذا الشيء. انزين، ولكن امنيتك اللي اشوفها هني، الشيء اللي فقدته من زمان راح يرجع لك، راح يرجع لك. محتاج النفس الطويل، محتاج ان تثق فيهم، محتاج ان على قولتهم هني طاقة عندك خلال هالشهر ان تستمع الى تعليمات الطبيب.
مو طبيب واحد، عندك هني طاقم طبي، عندك مجموعة يخدمونك، وأهمهم راحتك. بكون جدا ذكي من الناحية العاطفية. خلنا ناخذكم هني نقرب لكم الأوراق. من الناحية العاطفية عندكم شخص مشبع بكبرياء الخاص، يعرف ان هو غلط معاكم زين، وعنده ايضا نوع من الندم انه هو لم يختاركم في السابق، لان حاليا اشوفه يعيش نوع من الكارما، قاعد يعيش مع شخص يضطر انه يتحمل شخص جدا سيء، جدا مؤذي، جدا لا يقارن بالنسبة لكم. اوكي، انتو في حياة هذا الشخص كنتوا بمثابة الملاك، بمثابة البلسم العلاج. الحين هذا الشخص الشريك قاعد يعيش لحظات كلها ألم ومرض وتعب، عنده شخص بحياته جدا متعب، وكل ما تعب مع هذا الشريك أو هذا الشخص تذكر، يرجع بذكرياته إلى أن شلون تعامل معاكم. في الفترة القادمة الأمنية اللي راح تتحقق هي من جانبين. أول جانب أنه راح يوصلك خبر، مهما هني حاول شريككم أنه يتستر على شيء أو يخبي آلامه داخل مثلا صدره يكون كتوم، لكن راح يخرج الموضوع إلى العلن، راح تسمعون. لأن هذا كرتكم، كرت الأميرة العزباء تسعة الخماسيات، هذا كرتكم أنتوا قاعدين تستمتعون بحياتكم، ويصلكم خبر، خبر يشفي الغليل، خبر نوعا ما تشمتون فيه. فهني راح تحصلون شماتة، لو مو بالشريك راح تكون مثلا بشخص حاول يضركم يفرقكم عن الشريك، راح تصلكم هاي الطاقة. انزين، شريككم في الفترة المقبلة شلون راح يكون؟ اشوفه مو قلت لكم في البداية عنده كبرياء، على كثر ما عنده كبرياء ولكن ما عنده مقاومة. عندنا هني كارت التمبرنس، عنده قلة في الصبر، عنده قلة في الحيلة تجاهكم، فحسه مهما قاوم تراكمت عنده المشاعر تجاهكم. فبتشوفونه في الفترة المقبلة في شهر فبراير يحاول التقرب منكم بأغرب الطرق، بأغرب الأساليب. قاعد أشوفه هني كأنما مثلا سوي أشياء مو على عادتك، أنا ما قاعد مثلا يتصل بأوقات غريبة، يتعذر، عندنا أيضا طاقة التعذر، يتعذر يتعلل بأي شيء، بأي موقف عشان يرفع السماعة ويتصل فيكم، حتى لو مثلا سبب مو مقنع، أنه يسوي نفسه يسألكم عن شيء، يسألكم عن الأطفال، يسألكم عن كيف حالكم، ولكن مو هذا هو السبب الرئيسي من أجل اتصاله. اتصاله هو عدم قدرته أن يظل بعيد عنكم، أن يقاومكم لفترة طويلة. لما أقول فترة طويلة لا تنسوا هذا كارت برج القوس، عندنا شخص يستطيع أن يقاومكم لمدة ساعة ساعتين يوم يومين، ولكن الفترات الطويلة شوقه يذبحها بالإضافة إلى الوضع المكركب اللي في حياته هنا. زين، احتمال هذا الشخص أيضا أشوفه كأنما في البداية كان جدا سهل بالنسبة له أن يتخلى عنكم، ما حارب ورضى بمثلا اختيار أهله، رضى بالإنسان اللي أهله اختاروه له، ولكن حاليا قاعد يدفع الثمن. حاليا اللي أنت بتصير فيه يا برج الأسد هي الراحة، هي أن تكون مثلا مثل المتوج اللي أمامك تحت رجلك كذي. وايد عندك خيارات في الفترة المقبلة، وايد عندك حتى مرشحين أفضل جدد يأتون في طريقك من أجل الارتباط. وكل ما شريكك سمع عن هذه الأمور وحس بهذه الأمور، كل ما كأنما اشتعلت داخل قلبه نار، وقاعد هني يحاول يطفي هذه النار. دائما أرجع لهذا الكرت، قاعد يحاول هو يداوي جروحه. زين، شلون أنت برج الأسد تريد أن تأخذ هذا السيناريو؟ هل تريد أن تأخذ هذا السيناريو وتعطي هذا الشخص فرصة جديدة؟ لأن هذا الكارت هو أيضا كارت الشراكة، أن تستطيع في الفترة القادمة راح تكون أنت لك اليد العليا، أنت تستطيع أن ترجع له، ولكن محتاج هني تحط شروطك الخاصة. لأن عندكم هني كارت الأميرة، كارت الأميرة اللي ما له داعي تقبل بالخمسة وأنت تستطيع أن تحصل على التسعة هني عندك، صح؟ زين، فالرجوع هني احتمال مع هذا الشخص، راح يضعف هذا الشخص في الفترة القادمة، راح يصير جدا ضعيف أمامكم، وايد صعب بالنسبة لأن يقاومكم، ولكن أنتوا برج الأسد محتاجين أن تستغلون
هذا الوضع لصالحكم. خلنا نشوف الحين طاقة المنفصلين مع أي أبراج، على الأغلب راح يكون في رجوع. خلنا نشوف برج الحمل، عندنا طاقة نارية، عندنا برج الحمل والقوس، زين عندنا هني طاقة الهواء، تقول لك برج الجوزاء والدلو، الميزان استبعده. هذا كارت ايضا برج الدلو وبرج الثور. عندنا اربعة الاكواب. في الفترة القادمة اذا كنتوا حاطين في بالكم شخص من برج او شريك من برج مائي، تنتظرون ان يرجع لكم برج الاسد. الكارت هذا يشجعكم ان تمضون قدما، ان تمضون قدما وما تعطونا حتى فرصة جديدة، على الاقل في المستقبل القريب، على الاقل في الشهر الشهرين القادمين. انا الحين قراءتنا احنا في شهر فبراير، فالطاقة راح تستمر الى شهر مارس. زين عندكم شخص، ما ادري ليش اشوف هني برج الاسد، الشخص اللي طاقته مائية بطبعه معاكم انتو بالذات جدا مؤذي، جدا مؤذي. وهني كارت العالم، كارت العالم هني للمنفصلين يقول لكم من الافضل في الفترة القادمة ان تنظرون وتعاينون المرشحين الجدد في حياتكم. المرشحين الجدد، الفرص الجديدة للارتباط راح تكون افضل بجد بكثير من الفرص القديمة مع شريك قديم، خصوصا اذا كان هذا الشريك قوس او هني برج مائي. زين خلينا نشوف كارت النصيحة. ميلك اند هاني، ميلك اند هاني. لما نشوف كارت العسل مع الحليب دائما نفكر بالشراكة، وهذا هو الكارت اللي طلع لنا هني في الحياة العاطفية. ولكن للأمانة إذا تذكرون شلون ختمت القراءة العاطفية، قلت لكم إن الفترة القادمة، شوفوا عندكم الطاقة اللي قاعدة تأتيني هني في النصيحة، إن الشريك القديم، مو كلكم طبعا، الأغلب، وأنتوا تعرفون الطاقة وأنتوا تفهمون من الطاقة إن إذا كانت لكم ولا مو لكم، الشريك القديم خصوصا تشوفوا كل الطاقة المائية اللي طلعت عندكم هذا الشهر، طاقة أحسها في العاطفة طاقة سلبية، وطاقة تنصحكم بالابتعاد عن الشريك أو أن تعاينون شريك جديد. لأن لما نتكلم عن الحليب والعسل فهو الدوو الثنائي، الثنائي السعيد، الثنائي المناسب. إنزين برج الأسد قاعد أحس بطاقة إن احتمال في الفترة القادمة راح ترغبون بشخص، ولكن هذا الشخص مو من مصلحتكم، مو من مصلحتكم، لأن هني كرت الارتباط، كرت الشراكة اللي راح تدخلون فيها طال عليه في طاقة إنه يكون شخص جديد، استثمار جديد مع شخص مناسب. إنزين الشخص اللي أنت ترغب فيه برج الأسد، خصوصا قلت لكم إذا طاقة مائية، مو من مصلحتك، مو من مصلحتك، وكل اللي يسويه وجوده في حياتك إنه يأخرك عن هذا الشخص المناسب، وإنه يضرك كل فترة والثانية، ما تقدر تطلع لحياة جديدة لأنه هو لحد الآن قاعد يحوم معاك في الحياة القديمة. هذا الكرت ينصحك بأن تطلع إلى الأشخاص الجديدين القادمين في حياتك، اوكي، ان تكون تطلع طاقة الرينبو ايضا، قوس قزح، ان تكون جدا متشجع متحمس من اجل المستقبل. هذا كارت الزواج، الزواج ايضا دائما يذكرني هاي الكارت بالمتزوجين حديثا، اوكي. time to go، وقت الرحيل. ايش قلت لكم برج الاسد؟ time to go، وقت الرحيل، سواء نتكلم في الحياة العملية او في الحياة العاطفية، احس ان نعم حان وقت الرحيل. في وضع، في اسلوب انت قاعد تتبعه يا برج الاسد مع الاخرين، في طبع،
في صحبة هني صحبة سيئة، وهني شخص قديم. بقائك في إنه تعطيه فرص، بقائك في انتظاره ما راح يظل يخدمك. مهما لفيت راح ترجع إلى نفس النقطة اللي ابتديت منها، راح تنتهي فيها وترد تلف تقول لا يمكن هالمرة الفيلم تنتهي نهاية بشكل مختلف، ترجع لنفس النقطة. هذا الكرت يشجعك جدا على مو بس إنه تنضم إلى أشخاص هني راح جدا يفيدونك في الحياة العملية، حتى في الحياة العاطفية عندكم شريك جدا أفضل بكثير ويعوضكم. ما كنتوا تحصلوا على التقدير؟ كان شريككم خصوصا إذا برج مائي تحصلون على الكثير من الخداع منه، راح يكون بالعكس. الشريك الجديد جدا وافي. إنزين، قاعد أشوف هنا صفات الشريك القادم إنه على الأغلب يكون قريب من بيئتكم الأساسية، قريب إنه يكون من نفس المنطقة، من نفس الدين، من نفس المذهب، من نفس الثوب، من نفس الثوب، لأن العسل مع الحليب جدا سهلين إنه يمشون مع بعض، ما يكونون شاذين، ما يكونون شاذين. مثلا إن إحنا نحط أناناس على البيتزا، الثنائي الأناناس والبيتزا ممكن يمشي مع بعض، ولكن غريب. عندنا هني ثنائي طبيعي، وهذا اللي قاعد أشوف إنه مواصفات الشخص القادم في طريقك. برج الأسد شخص جدا قريب من بيئتك الأساسية، من البيت اللي أنت ربيت فيه. إنزين، البيت اللي تربيت فيه، الصحبة القديمة الوفية، هذين راح يساعدونك تصل إلى أهداف جدا كثيرة جديدة في حياتك كلها، منها الزواج، لأن طلعت عندنا هني كرت الأميرة العزباء، منها أنك تدخل في شراكة جديدة. حتى لو عمرك وصل مثلا 40 50 60، قاعد أشوف هني طاقة الزواج المريح، ولكن على كبر. لا تفكر برج الأسد إنه في طاقة والله فاتني القطار، لا والله، في ناس يتزوجون إذا وصلوا سن جدا متقدم ولكن يرتاحون في هذا الزواج، وهذه هي الطاقة اللي قاعدة أشوفها. ما في شيء اسمه، ما في قاعدة تجيني طاقة اسمها راح يفوتك قطار العمر أبدا عزيزي برج الأسد. هذه كانت